أنا حجيت وأديت فريضة الحج كاملة، ولكن أنا مصري وعدت إلى أرض العراق وعلي فداء، هل يجوز ذبح الفداء في العراق أم في مصر؟ علما بأنني لم أنزل مصر إلا بعد عيد الأضحى المبارك، أفيدونا بذلك مأجورين. لا يجوز ذبح الفدية إلا في مكة، لأن مكة هي محل ذبح الهدي، والمقصود بذلك الحرم، ساحة ما بين الأميال حدود الحرم كل هذا محل لذبح الهدي. قوله تعالى في الهدي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قوله تعالى الهدي معكوفا أن يبلغ محله، فمحل الهدي ومحل ذبح الهدي هو الحرم الشريف، ويوزع على مساكين الحرم إذا كان دم جبران وكفارة لخلل وقع في الحج، وإن كان دم متعة أو قران فيذبحه في الحرم ويأكل منه ويتصدق، ولا بأس أن يحمل منه إلى بلده. نعم. أما هدي الجبران فهذا يوزع على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. نعم.